في الفاصل كنا دايما نقاش دائر على هذه المائدة حول الحالة الأمنية في سيناء. هل العملية نسر بالدبابات هي الأفضل، ولا كان المفروض نخش الجيش يدخل برجال صعقة وعمليات خاصة؟ هل جبل الحلال ده أسطورة صنعت من الإعلام وما فيش حاجة في جبل الحلال دكتور نعيم؟ لا، هو بالنسبة للوضع الأمني أو بالنسبة للدبابات الموجودة، اعتقد الدبابات دي مش هتحل المشكله. الدبابات دي يعني موجوده على الطرق السريعه وغيرها، لكن بالنسبه للوضع في سيناء لابد ان يكون في هناك تشكيلات غير الدبابات، عمليات خاصه، صعقه. لا بس برضو الامن بيشتغل برضو بمعلومه، والمعلومه ايه برضو مش يعني عايزه برضو تطوير، عايزه تدقيق. ايه المعلومه الغلط اللي عندكم عند الامن؟ لا ما اعرفش. بالنسبه للامن جبل الحلال مثلا، لا جبل الحلال ده جبل ما فيش فيه حد، هو حوالي يمكن طوله 30 كيلو وعرضه حوالي 10 كيلو، ولكن الاعلام بيردد جبل الحلال جبل الحلال جبل الحلال، اعتقد ما فيش فيه حد نهائي على الاطلاق. يمكن وكالات انباء ومحطات فضائيه صورت الجبل، ما لقوش فيه حد، ولا فيه جهاديين زي ما بيقولوا، ولا فيه سلفيين، ولا فيه غيره على الاطلاق. ولكن احنا لابد ان نركز على حاجه واحده، في حاجه خطيره جدا، وانا يمكن اتكلمت مع وزير الداخليه، يعني قابلت وزير الداخليه وتكلمت معاه ومع مساعد الوزير للامن العام. اتكلمت معاهم بالنسبه للخلايا النائمه الموجوده في العريش، في حوالي 400 او اقل، دول فلسطينيين الجنسيه دخلوا للعريش اثناء استيلاء حماس على قطاع غزه، دول تبع فتح مش تبع حماس. فدخلوا العريش وقعدوا في العريش واخذوا اقامات الدوله، النظام السابق اعطاهم اقامات وبياخذوا مرتباتهم لحتى الان من الضفه الغربيه. دول انا كلمت وزير الداخليه حتى يراجع اسماء دول ويشوفهم ازاي، لان دول اساسا قاعدين، هل هم بيتوظفوا دول ضد الدوله او مع الدوله او ضرب اسفين بين الحكومه وبين حماس؟ انا ما اعرفش. انا طلبت الامن ما راجعت هؤلاء. دول اخطر، دول اخطر فئة موجودة، وأنا بسميهم الخلايا النائمة. طب وماذا عمن يعني دخلوا مصر من مجاهدي أفغانستان وباكستان وكل المجاهدين دول اللي دخلوا مصر بالألاف بعد الثورة؟ دول موجودين في سيناء برضه. احنا يمكن التقينا بعض الشخصيات، لكن الشخصيات قالوا ايه؟ موضوع التكفير والهجرة وموضوع السلفيين أو الجهاديين ده مصطلح أمن دولة، أطلق عليهم هذا المصطلح أمن الدولة النظام السابق. طيب. لكن قالوا إيه؟ إحنا جهدنا ضد إسرائيل. يعني جماعات إسرائيل زي إيه مثلا يا دكتور نعيم؟ أيا كان هذه الجهادات، سواء كان الراجع من أفغانستان أو باكستان أو أي حد أيا كان، أو دخلوا من فلسطين، رسالتك هم بيقولوا إحنا بنجاهد ضد إسرائيل، ما دام القدس محتل لابد أن نجاهد. هل هيستخدموا الأرض المصرية للجهاد؟ وانتوا لما بتقعدوا تتكلموا معاهم بيستخدموا الأرض المصرية للجهاد ضد القدس؟ عايزين نعرف. احنا بالنسبة لنا لن نسمح لأي فرد أن يستخدم أرض سيناء بأطلاق صواريخ زي ما بيقولوا، أو محاربة أي حد من أرض سيناء، لأن دي حتعود علينا مشكلة احنا في أبناء سيناء. ولكن هناك من المتفهم، وهناك من يبقى عقليته ضيقة جدا، أفقه ضيق جدا، ولكن حاليا احنا قد نشعر ان هناك في حوار بين مؤسسه، يمكن مؤسسه مهمه جدا، مؤسسه مهمه جدا في الدوله، في حوار مع الناس دول، واعتقد انهم حيتوصلوا لشيء معين للوضع الراهن في شمال. لكن الحقيقه احنا ما شفناش عمليات ضد اسرائيل، يعني يمكن عمليه واحده ضد الدوريه الاسرائيليه، غير كده كل العمليات داخل مصر، قتل الجنود المصريين في رفح، كل العمليات ضد انبوب الغاز المصري، كل العمليات الهجوم على الدوريات واسم الرايسه واسم العريش وكمين الرايسه، كل دي عمليات ضد مصر. انا معاك يا استاذ لميس، ولكن ضرب الجنود في رمضان ده كان ضرب العلاقة بين النظام الحالي وبين حماس. عايزين يقولوا يا سيادة الرئيس محمد مرسي، إذا كان ليك علاقة بحماس فدول هم حماس اللي ضربوا الجنود الإسرائيليين. كل الاعتداءات المستمرة على أقسام الشرطة. لكن أنا حجزم في موضوع معين. ما لهمش دعوة بالقدس دول. كل اللي قتلوا بالنسبة للي ضربوا الجيش المصري، إلى قتلتهم إسرائيل الستة أو الثمانية مش مصريين. إحنا شفنا جسسهم مش مصريين على الإطلاق، جسسهم وشكلهم غير سنويين وغير مصريين على الإطلاق. ولو أنتوا سألتوا أي حد
أمني هيجزم إجزام مطلق بأن اللي قتلوا العساكر مش مصريين، شخصيات غريبة عننا تماما. ده اكتشفوا ان اتنين منهم من المنوفية يا دكتور. انا سمعت ان في اتنين من المنوفية وحد من الغربية. طيب ما دول مصريين، دول منين دول؟ بس هقول حاجة، انا عايز اوضح، حاجة بس. اللي قتلوا 16 وراحوا على الجانب الاخر وقتلتهم اسرائيل، ربعوا ما كانش مصريين. لكن اللي مسكتهم وقتلتهم الجيش المصري في العملية نسر، كان في حد منهم من المنوفية ومن الغربية، واعتقد اللي اللي تم الضبط اصيب هو مش من سيناء، وادلى باشياء باسلحة في حي الزهور في الشيخ زويد، وتم ضبط هذا السلاح. شيخ منيعي، كان عندك رأي على موضوع المشايخ، وكنت بتقول إن قضية المشايخ دي قضية مهمة جدا، كانت هناك علاقة بين المشايخ اللي هم قيادات القبائل وبين أمن الدولة سابقا، والآن تريدون تغيير هذه العلاقة. احنا دلوقتي بدأنا بعد 25 يناير ثورة، وهذه الثورة بدأت بالحرية. لابد أن كل مواطن مصري يشعر بهذه الحرية. احنا بدأنا الحرية بأن كل شاب وشابة في مصر تم اختيار الرئيس عن طريق الانتخاب. نريد أن نطبق هذا المشروع، مشروع الحرية والانتخاب على جميع، يعني المحافظ لابد أن يكون بالانتخاب، رئيس مجلس المدينة بالانتخاب. اشرح لي بقى مشايخ سينا ده ازاي. الشيخ زمان قبل الحكم البائد كان القبيلة هي اللي بتختاره، كان بيبقى رجل كبير السن حكيم ذو خبرة، كان بيدافع. امال دلوقتي لا، في ايام الحكم ما بيختارش الا يجيب قطعة سلاح يا يرشد عن واحد مطلوب. يعني لابد ان يكون مولي الامن. احنا الكلام ده عاوزين نلغيه، احنا عاوزين شيخ القبيله، لان ده الاساس. زمان كان شيخ القبيله بيحمي كل المنطقه اللي عايش فيها هو وقبيلته، في امن واستقرار. بعد كده ما فيش، ما دام امن الدوله كانت تختار الشيخ، الشيخ كان موالي للامن بس، وكان العيله كلها بتكرهه. فاحنا دلوقتي عاوزين الشيخ بالانتخاب، ينتخب الشيخ من القبيله. ودائما يبقى الشيخ ايه، راجل كبير السن، راجل حكيم، راجل ذو خبرة في الحياة، بيحل المشاكل العيلة والعيلة الأخرى، بيخلي العيلة كلها المنطقة اللي عايشة فيها بيحافظ عليها استقرار أمني. فده احنا لابد أن نبدأ بها. دكتور، عشان وقتنا تقريبا، أنا بس أتكلم حتة فنية لأن أهل سيناء أدرى بها طبعا. مني بالنسبة حضرتك، يعني موضوع المية، أنا بطلب برضو من وزارة المرافق أنها تراجع خط المية من الأنطرة لغاية العريش. الحاجة الثانية، فورا وبالأمر المباشر البدء في إنشاء محطات تحلية مياه البحر في العريش ورفع والشيخ زويد، لأن دي تساعد لو مية النيل اتأخرت أو الخط اتعطل، يبقى عندي محطة تحلية مش هتتعطل. الحاجة الثانية بتاع وسط سيناء وتأمينها ضد أي هجوم من الجانب الشرقي، حضرتك من زمان احنا كسلاح المصريين اعترضنا على ترعة السلام، قلنا عايزين ترعة تيجي من ترعة الإسماعيلية، تعدي الإسماعيلية، تمشي على المحور الأوسط في أنابيب مية، وابتدي أعمر في وسط سيناء، أعمل قرى ومدن وأروي بالتنقيط أو بالرش أو بأي أسلوب. أتمنى هذا الكلام. هل أنت قلق من الكلام أن هناك جماعات تتمركز في سيناء تستهدف تحرير القدس وقد تستخدم الأرض المصرية لذلك؟ كما قيل زمان أيام الملك، كلمة حق يراد بها باطل، كلمة حق تحرير القدس يراد بها باطل أذى مصر. شفتي حضرتك؟ لأنها قد تجر مصر. تجر مصر. كلمة حق تحرير، احنا كلنا عايزين نحرر القدس، ولكن بدون أذى مصر أو بدون أذى أهل سيناء. أو إن مصر تكون عارفة إنها داخلة حرب وتكون مستعدة بالزبط. لذلك. احنا مش مستعدين ولا إسرائيل مستعدة، ما حدش عايز يحارب. فاحنا دلوقتي كلمة حق إن أنا أحرر القدس يراد بها باطل أذى مصر، ده الباطل. طيب. كلمات أخيرة دكتور نعيم، سيناء والتاني نعيد الطلبات مرة أخرى. طلباتنا في سيناء لابد حل المشكلات الأساسية حتى تتحقق التنمية، منها أول شيء تمليك الأرض لأبناء سيناء، ثانيا إنشاء جامعة حكومية لأبناء سيناء وانفصالها عن جامعة قناة السويس، حل مشكلة أرض المعسكر في رفح، حل مشكلة مياه الشرب، فتح مطار العريش للرحلات الداخلية والخارجية، فتح شاطئ رفح المغلق من حرس الحدود، تطوير ميناء العريش البحري لاستيعاب سفن كبيرة للتصدير، حل مشكلة الصيادين وباستخراج تصريح صيد جديدة، تشكيل لجنة لحل مشكلة منجم المغارة في وسط سيناء، توصيل مياه
ترعة السلام إلى منطقة السر والقوارير في وسط سيناء. شيخ منيعي، أنا بقول إنه ويا ريت تقول لي حاجة على ما قاله الدكتور مرسي بالأمس حول أنه لم يصدق على أحكام الإعدام التي صدرت بحق بعض. أولا أنا عندي تساؤل، لماذا حكم على أبناء سيناء بالإعدام ولم يحكم على من قتل الثوار من بعد 25 يناير على ولا واحد بالإعدام؟ لماذا هذا القرار؟ هذا قرار سياسي. أنا بقول الأحكام لا القرار الأحكام هذه أحكام سياسية، لأنه لم يحكم على أي إنسان من بعد 25 يناير من قتل الثوار على ولا واحد بالإعدام. لماذا يحكم على أبناء سيناء فقط؟ هذا الحاجة. الحاجة الثانية، أنا عندي محطتين تحلية مية على شرب. سيادة الوزير الدفاع قال للمحافظ وقتش هتسلمهم لي؟ قال هسلمهم لك يوم 29. قلنا له لا، معك 10 ايام في 11. حتى الان لم يتم تشغيل محطه رفح ولا محطه الشيخ زويد. طيب هذه مشاكل سيناء وكاننا بنعدها كل شويه، كل شويه نرجع نقول هذه المشاكل، هذه المشاكل. نريد تنفيذ، نريد اليات تنفيذ واضحه، وان تاخذ سيناء نتيجه الظروف الامنيه المترديه بها ان تاخذ اولويه. دلوقتي محتاجين ندي سيناء اولويه كي لا تضيع منا ونفضل نعيط بعد كده ونقول كانت عندنا وحررناها بالدم والان لا قدر الله ضاعت منا. بشكر طبعا شيوخنا اللي قلنا اضافه بسيطه بعد اذنك عشان وقتنا بس اقطعوا علينا، اتفضل. صغيره جدا يعني. اتفضل. انا ارجو المليار و250 مليون اللي رئيس جهاز تنميه سيناء هيصرفهم على سيناء ياخد راي اهالي سيناء فيهم. تمام. هيصرفهم في ايه؟ هيصرفهم في ايه؟ مظبوط. قول لنا المشاريع اللي انت تصرفهم فيها عشان نوافق عليها. واعتقد ان ده راي جيد. اهالي سيناء ادرى بشعابها، يجب ان يكونوا جزء فيها. من اتخاذ القرار، جزء من جهاز تنميه سيناء وجزء من تنفيذ هذه المشروعات. بشكركم، هنتقابل بكره، هنتابع ملفات ال100 يوم الاولى من رئاسه الدكتور مرسي غدا. عندنا تضارب في الاراء، البعض يرى ان هناك تحسنا والبعض يرى ان هناك ترديا. نريد رؤيه ونريد تنفيذ، مش مهم 100 يوم، مش مهم 200، المهم مصر رايحة فين والمستقبل احنا شايفينه ولا مش شايفين كويس. أشكركم، وهذه لميس الحديدي، تحييكم، تصبحوا على خير.